عشان يطلع يصور من فوق. يطلع سلالم، يطلع سلالم 70 متر. الحمد لله 70 متر ها؟ طلعنا 70 متر فوق. البحيرة دي بتلف المباني كلها من داخل، فيها 6 كباري، كوبري 1 لغاية كوبري 6 اللي هو الكوبري زي اللي قدامنا ده بالظبط كده. ده كوبري 2، ده كوبري يا جماعة وسط البحيرة. من داخل المدينة التراثية، ودي أهم مكان هنا موجود في العالمين، واللي لسه جزء منه تحت الإنشاء وجزء منه بالفعل ابتدى يخلص. يعني نقدر نقول إن 60 أو 70% من المنشآت اللي هنا خلصت. المدينة التراثية دي من أحسن المدن الجديدة اللي نشأت هنا جنب العالمين. إحنا الفرق ما بيننا وما بين العالمين حاجة بسيطة، إحنا بنتكلم في كيلوات، إحنا نقدر من هنا نشوف الأبراج. موجود هنا داخل المدينة التراثية كتير جدا، من أول المسرح الروماني لحد دار الأوبرا لحد مدينة الألعاب لحد البلازات والسينمات الموجودة اللي تقريبا هتاخد 1056 كرسي ب9 دور عرض موجودين هنا. اللي موجود هنا كتير، تعالوا أقول لكم اللي موجود داخل المدينة التراثية. يلا بقى اللي احنا فيها دي مهمة جدا. الحتة دي اسمها المسلة، ليه؟ عشان في مسلة ورايا هنا الرئيس جمال عبد الناصر جابها من الأقصر، وكانت موجودة في مطار القاهرة، ولما تم إنشاء المكان ده وزارة الآثار نقلتها هنا وجابتها في المنطقة التراثية. فكرة ان المدينة التراثية فيها أكبر مجمع بلازا هيبقى موجود في العالمين. زي ما انت شايف هي مكان كبير على مساحة 260 تقريبا، فالمكان هنا واسع والنشاطات اللي موجودة فيه كتير جدا. عشان يطلع يصور من فوق يطلع سلالم، يطلع سلالم 70 متر. الحمد لله 70 متر ها؟ طلعنا 70 متر فوق. دوائر، دوائر سكنية تمام. البحيرة دي بتلف المباني كلها من داخل، فيها 6 كباري، كوبري 1 لغاية كوبري 6 اللي هو الكوبري زي اللي قدامنا ده بالظبط كده. ده كوبري 2، ده كوبري يا جماعة وسط البحيرة تمام. البحيرة لفة المباني كلها، داير موجود تمام. ده جزء بس من البحيرة. قصاد حضرتك ده الحي اللاتيني اللي هو ده اللي قصادنا هناك بالظبط كده، الحي اللاتيني. وده داون تاون تمام، داون تاون. دي ابراج حسن علام وابراج اوراسكوم، ابراج دره، ابراج سياج، وبعد كده فندق الناس عند حضرتك اهو. ده اللي هنا بقى، ده دي العالمين نفسها. دي العالمين احنا ما بين المدينه التراثيه والعالمين قد ايه تقريبا؟ العالمين نفسها اهي بعد القريه اللي جايه هناك دي، يعني بالظبط كيلو ونص، 2 كيلو. بيننا ما بين الشط بقى الداون تاون والابراج. ما بيننا وما بين الشط الداون تاون والابراج. والابراج بالظبط قيمه 2 كيلو 2 كيلو ونص. مالك الملك، وهو من أهم الجوامع اللي موجودة هنا في المنطقة التراثية. الجامع ده طراز فريد من نوعه، عايز أقول لحضرتك هو مصمم بالشكل التركي وتفاصيله حلوة قوي قوي، وهو معتمد على الأوبرا.